جمعية الوحدة لأرباب نقل المستخدمين والسيد كريم الخيرة كرئيس لجمعية أرباب نقل العمال للمستخدمين. كذلك نشكركم لتلبية الدعوة الذي مفادها جمع عام عادي طبقا لنظام الحريات العامة للجمعيات، والذي بصدده اليوم جمع عادي في نفس الوقت استثنائي. أجاب بعد إكراهات يعني من القطاع جات الفكرة ديال الاندماج، لأنه حقيقة هو الجمعية تيمشمو كانوا كيشتغلوا، ولكن قلنا ماذا بينا الضرورة لزمت علينا أننا نوحدوا الرؤية، نوحدوا هذا. وبطبيعة الحال كان هو طعمنا الجمعية الرئيسية اللي هي جمعية الوحدة لنقل المستخدمين، طعمناها بعض أعضاء المكتب اللي كانوا في الجمعية من جمعية نقل العمال. بحال اللي قلت القطاع كيعرف إكراهات وضغوطات ومشاكل جامة، لا يخفى عليكم ولا يخفى على أحد الأهمية ديال القطاع أولا في مدينة طنجة. فهو إذا كانت منطقة الشمال هي أهلها تكون قاطرة الاقتصاد المغربي، فنقل العمال هو قاطرة هذه الحركة الاقتصادية اللي كاينة في طنجة. قبل كل شيء هذا اللقاء جاء نظرا للمشاكل اللي كتعيش القطاع، مشاكل اللي لا تعد ولا تحصى، وان شاء الله كان واحد الاندماج ديال جوج جمعيات ديال القطاع نقل المستخدمين باش يحلوا مشاكل القطاع ويعملوا على اعاده هيكله القطاع والتنظيم ديالو، وبمجهودات اللي هي تكون في المستطاع ديال الجميع ديال المنخرطين ولا المكتب المسير. لحقاش القطاع بحال اللي كتعرفوا واحد القطاع هو حيوي ومهم بالنسبه للمدينه والاقتصاد الوطني، ولكن نظرا للقطاعات اللي كيعيشوا المشاكل اللي كيعيش بدينا كنعرفوا واحد العشوائيه وواحد الفوضى. حنا كنتمناو بهذا الاندماج للجمعيات لجوج جمعيات ديالنا باش نوصلوا لواحد النتيجه اللي هي ترضي السائق وترضي اللي هو رب العمل اللي هو صاحب الحافله وصاحب الشركه، ويكون الاقتصاد الوطني في واحد وينمي الاقتصاد يساهم في الاقتصاد الوطني.